ملكاتي الحلوين، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الملكة تويجا. بجد انتوا وحشتوني، وبجد انا بحبكم قوي، عشان كده بهتم بكل حاجة بتجيلي على البيج. كل الشكاوى اللي جاتلي تقريبا الأسبوع ده، احنا ملينا، الوقت طويل جدا، طب وبعدين، طب نعمل ايه؟ ما نستغل الموضوع ده في حاجة إيجابية. تعالوا نتكلم مع خبيرة التجميل أمين الفرماوي، وهي هتفيدنا في الموضوع ده. أماني معانا؟ ايوه، أستاذة أماني، اهلا، يسعد اهلا مساكم، بيكي، ان شاء اخبارك الله ايه؟ تكونوا بصحه بقى. والله بخير، يعطيكم الف عافيه، انتم طيبين ان شاء الله. وانت طيبه يا قلبي. دلوقتي احنا جات لنا شكاوى كتير جدا ان الوقت عندنا طويل، عشان الحظر طبعا زي ما انت عارفه، ومش عارفين نستغل الوقت ده في حاجه مهمه. انا رايي ان احنا نطلع من الحظر او المحنه اللي احنا فيها دي، نطلع شكلنا احلى، مهتمين ببشرتنا، بشعرنا، بجسمنا. انت معايا؟ تمام، اي معاكي. اتفضلي. طيب الحين انا عندي مجهزه لكم وصفات للشعر وللبشره. هبدا معاكم بالوصفه حق البشره. عندي طماطم وعندي حليب، موضوع بسيط يعني، ما يحتاج، كل شيء موجود في البيت. طماطم مع حليب. حتى الطماطم، ايوه، بس اوكي. نضربهم في الخلاط، ايوه، وبعدين نجيب قطن نحطه في الخلطة هذه، القطن نخليه شوي، بعدين نحطه على الوجه لمدة 20 دقيقة. وصفة سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل بيت. طماطم مع حليب نحطه على وشنا؟ بس ممكن ايوه نشربه؟ على الوجه، ممكن نشرب شوية لا ونحط الباقي على وشنا؟ طعمه يعني ما بيستفضيه، وصفة هو على الوجه اوكي، 20 دقيقة. 20 دقيقة، وبعدين نغسل وجهنا. تمام، ده طيب، بيدي نضارة للبشرة؟ حي جدا جدا جدا، طيب ومفعول سريع يعني. حلو قوي. لو عايزين برضو نقول للملكات اللي قاعدين في البيت دلوقتي وشايفيننا، نهتم بشعرنا ازاي في الفترة اللي احنا قاعدين فيها؟ والله انا ودي بس اتكلم في نقطة ان في ناس تشتكي مرة من القشرة في الشعر، اوكي، فانا جايبة لهم شيء بسيط اليوم، يا ريت. سكر البني، سكر بني اللي هو الخشن، اوكي، مع الصابون اللي انت تستخدمينه عادي، وبعدين تدلكينه في فروة الراس تدليك خفيف يعني، وبعد كده تغسلين شعرك عادي. ترى الوصفة هذه سهلة بسيطة، بتغذي على القشرة، ترى سكر ممتازة بني يعني. مع الشامبو ايه، ما الشامبو العادي اللي هي ده تستخدميه عشان القشرة هذا علشان القشرة، ايوه، في الشعر ويطول الشعر؟ هو اوريدي لما الشعر بيكون صحي هيطول. تمام. طيب، في خلطة تانية عاد للتطويل وتأتي لمعان للشعر، اوكي وموجودة بعد في كل بيت، ما يحتاج للخروج ولا للطلعة. زيت اوكي زيتون مع عصير ليمون نحطه في البخاخ ونرش فيه على الشعر، نرش على شعرنا وهو ناشف كده. وهو ناشف وهو مبلل ما هتفرق، المهم تدلكه في فروة الراس. أهم شيء التدليك، لأن أنا إيش أسوي في التدليك هذا؟ تنشط الدورة الدموية، تمام، حلو قوي. يترك لمدة هذا 20 دقيقة، وكل أسبوع هذه الوصفة أسبوع. خبيرة التجميل طيب، أمين الفرماوي من السعودية، قبل الهوا كنت بتكلم معاكي، قلتيلي إن أنت استغليتي الفترة اللي احنا قاعدين فيها في البيت في دايت، نعم، ووزنك نزل حوالي 10 كيلو. اي نعم، هذا صحيح. والله انا لاحظت الفترة اللي فاتت هذه كلنا جالسين في البيت، كل ما اشوف شيء كله بيسوي اكل، كله كل بيقعد بعض في البيت الناس بياكل ومفيش كله حاجة تانية جالس يعملها، يفنن. والحلويات بالليل بقى. اي، فانا صراحة قررت لا، ان انا وزني لازم يقل ما هو يزيد، يعني يكون في شيء ايجابي مع كورونا هذا. فايش سويت؟ سويت دايت اوكي، وبسيط، بس اهم عناصر اللي انا بعدت عن الدهون وعن الحلى والنشويات، كل شيء احس انه هو بيرفع في الوزن انا بعدت عنه، طبعا اكل وركزت صحي على طول اليوم. الخضروات. اي طبعا، اهم شيء في الدايت هذا ان انا كنت بشرب ماي 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 بكميات، كم يعني لتر ميه طبعا تقريبا في اليوم؟ من 2 لـ3 لتر، وكل واحد حسب وزنه، يعني الوزن التسعينات 4 لتر، الثمانينات ننزل لتر شوي، كل 10 كيلو ننزل لتر. حلو قوي. طيب، اوكي، وترى الفترة هذه يوم تشرب ماء وتمارس على شراب الماء تتعود عليها، ترى البشرة تحصل فيها نضرة، بيفرق يعني في ما شاء البشرة الله، طبعا. اي، يظهر في البشرة هذا الشيء جدا، ويزيد من عملية الحرق. وفي شيء انا سويته كان ممتاز في الحمية هذه، انا كنت بمشي 15 دقيقة
يعني نص ساعة على فترتين، 15 دقيقة في الصباح و15 دقيقة في المساء. يا ريت نستفيد تقريبا من ال الوقت 15 الفاضي اللي احنا قاعدين فيه ان احنا ننزل نمشي شوية، ما فيش اي مشكلة ان احنا ممكن تمام ننزل الصبح بالنهار نمشي اي شوية. تقريبا ال 15 دقيقة يعني تمام 1 كيلو، يعني كيلو هذا اوكي ممتاز. حلو قوي. طبعا ولو الشخص ولو الشخص هيمشي بهمة زيادة الكيلو يعني هيكون حوالي 13 دقيقة، حلو، قلتيلي هذا حاجة ممتاز. عن العلكة قبل الهوا وانا بتكلم معاكي، إيه معلومة جديدة بالنسبة ترى لي. الناس اللي بتحب تعلق كثير العلك العلكة يكون اللي لبان، بين اللي بين. اه اللي اتفضل. هو اللي بان. ايوه ترى هذا اه ابي اقول لهم شغله بس ينتبهوا لها، ترى يزود نسبه التجاعيد في منطقه حول الفم جدا، يعني كتر العلكة او اللبان بيعمل تجاعيد فمين في البشرة، اي ستات خاصه في ورجالة؟ المنطقه اللي حول الفم، اوكي ستات ورجاله اه اكيد. اوكي دي معلومة اي مهمة بالاضافه جدا. طبعا اي هذا الموضوع، لاني في ناس ترى مدمنه على هذا الشيء، تحب تاكل علك عمال على بطال. والوقت فاضي طبعا، احنا قاعدين في البيت. اه خلاص ما، وترى في اكلات ممكن حتى يعني الستات في البيت تسويها غير مكلفه وبسيطه، يعني لو سوى باذنجان وسويته على كده بدون زيوت او شويه زيت زيتون تمام واكلته مع خس مع زبادي، مع زبادي دايت جروب، حلو قوي. هذه وجبه كامله ما فيها دهون ولا فيها شيء ومشبعه كمان. حلو قوي حتى بجد، العدس البني ده لو مفيد سويته طبعا. وحطيت عليه شوية كمون شوية ليمون اه شو عليه شوية زبادي وأكلاته بعد كلها ممتاز وصفات وزيت سهلة ومش سعرات. مكلفة. إيه موجودة في كل بيت، وأهم شيء الماي والمشي، المية طبعا والمشي. بجد انا بشكرك. ويبشروني ويبشروني بعد الشهر أكيد الوزن هيكون نزل بعد الحظر نقول لك بقى ايه الاخبار. إن شاء انت الله. بإذن الله نورتيني يعطيك يا ألف استاذه عافية. امينه الفرماوي، وميرسي ليكي جدا، وان شاء الله تكوني معانا في حلقه تانية تكلمينا وتدينا الله معلومات يسلمك، مهمه. نورتينا ميرسي ليكي. شكرا خلونا نطلع استاذ، فاصل ونرجع تاني، وفقره مهمه جدا، خليكم معانا.